صح؟ شو رأيك تروح لعنده ولا يجي لعنده؟ مو هو المشكلة بحمي، والله مو هو المشكلة. أنا أروح لعنده ولا هو يجي لعندي والله بيشرفني إذا جاء، بس مو هو المشكلة. لك أنا فهمان، فهمان شو بده، فهمان شو ببراسه وشو ببعقله. هو بده يعني يفوت فوتو، عرفت؟ دير بالك على القصة، بده يعني يفوت فوتو يعني ينضم لحزبه، عرفت؟ أنا هي صرت أحزاب ما أحزاب ما بدي حاربها، أخي ما بدي حاربها. لا يا عمي ليه؟ لك عمي كل حزب بيقول لك أنا اللي بفهم البلد، أنا اللي بعرف البلد، أنا اللي بحب البلد. يحبهم بورس كلياتهم قلب بعضهم البعض. لك عمي البلد بدها شغل هي، ما بدها عيو حكي. عمي سفرة السياسيين على فرنسا لازمة هلا. لازمة ولا مو لازمة؟ والله يا حمزة شيك لازمة. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، ما بعرف. بس نشوف شو بيطلع من أمرهم بالأول. نشوف شو بيطلع. بس هي شغلة أحزاب أنا ماني حاببها. مالي طايقة من أصلا. والله يا عمي الحق معك. بس ما بيمشي الحال من دون أحزاب. أنت قل لي كيف بدنا نحط وزارات؟ أيوه. يعني شغلة الأحزاب بس مش هالوزارات. يا حبيب قلبي وزارات وأحزاب. هذا بده الحصة وهذا بده الحصة. كل وزارة بدها حصة من الأحزاب وكل حزب بده حصة من الوزارة. يا حبيب قلبي والبلد وينها؟ لك وين البلد؟ لك حمزة وين البلد؟ بلد رايحة للخراب. والأحزاب عم تتقاتل وتتناطح. مثل ديوك المزابي. عرفت؟ البلد رايحة للتقسيم. لك شو بكون؟ لك بكره لازم تروح لحلب ولا لحمص ولا علادية. بصير بدك خدمة امضى ووافقة. لك هاي بلدنا. لك بلدنا بلدنا من يوم الله خلقها. والله كلامك مزبوط يا عمي. بس الانشقاقات والخلافات كل مالها عم تزيد بالكتلة الوطنية. ونحن لازم نلاقي حل يا عمي قبل ما تروح البلد. شو إلي بهالقصة أنا؟ لك البلد شو إلي بهالقصة؟ هاي شقت وهي ما شقت. إن شاء الله ينشقوا بقلب بعضهم البعض وينشقوا بقلب بعضهم كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي خلص أنت وصل له سلامي. يقول له من كل بد بكره بنكون عنده منه عشيه بمعيتك. ايه ها هي عمي ابو عصام. الله معك حكي. مع السلامه. شو بده منك الحكيم حمزه؟ حكيم حمزه يا بده شيء حكي سياسي واحزاب وما احزاب وكتله وطنيه وانشقاقات وانقسامات وشباب مثل يعني ما تصالحوا لسا؟ ظاهر لا. لك هدول فتيرتهم طويله طويله كثير. وانت شو رح تعمل؟ شو بدي اعمل يعني؟ لو كنت محلي شو بتعملي بالله؟ مو بعرف، أنا ماني سياسية، عم بسألك لإلك. رجعنا على الفرن راسي من رجلي دخيلة. وين رايح؟ تغدى مع الأولاد اليوم. لا، والكبة النية. أنا كبة نية؟ أنا سويت لك كبة نية. لا. أنت مسوي كبة نية؟ أي نعم. خلي دوق لقمة واحدة بس، إذا ما عجبتك بتروح. خليني روح أتغدى بهذاك البيت، أضمن لي وأحسن لي. أماني أماني أماني، الله يخلي ليك، الله يديمك ويعزك يا تاج راسي ويحميك ويبعد عنك ولاد الحرام يا حب. لك شو هالسنة اللي عليكي؟ يخرب بيت قلبي، سبقتي نسوان الحارة، شرفي أمري الله. إيه بس على شرط. شرط شو؟ بدك تساعدني. أنا بدي ساعدك بالكبة النية؟ إيه بس بدي أبز الجرن، بيهون عليك يوجعوني إيدي، والله بيوجعوني. بعدين أنا مو مشان شي. بس بحب نفسك يكون معي بكل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمري لله خلاص. باقي لي لقمة بعدين بتيسر. شرفي ستي شرفي شرفي. شرفي. مو منوع عاد، مو منوع متعلم الناس. مظبوط. شو هالحكي هذا؟ بده ناعاد، صار هذا لحمة بحب بحص. خلص خلص ولا يهمك ولا يهمك، خليك خليك الله يخليك، لا تروح. بتعرف شو رح نساوي بعد الكبة النية؟ شو رح نساوي؟ طاير. يا ليلى اقعد اقعد، أنا رح ملح معك. أف. يا بشني الحردان. ما تبلى مسكت هالمدق. يلا دقي بلا دقي شوف سكي ماني قوية مثلك.
شو بدك يعني؟ أنا أروح عند بشير أحكي معه يعني؟ لا يو، شو تحكيها؟ لك شو أعمل؟ حكي سهرك مشان جميلة. شو بها جميلة؟ جميلة بدها تضل عنا. شو عم تحكي أنتي؟ بدها تضل عنا؟ إيه بدها تضل عنا. حماتها قلعتها. سؤال؟ حماتها قلعتك إليك لما نزعتها إليها؟ والله العظيم قلعتها وقلعت بزكي وقلعتني. هي هي كملي. إيه والله. شو ده؟ وين ابوكي؟ ليكني نازل لعندك ابي، نازل لعندك. يلا يا ابي يلا. هاي سام سعيد، ذكرت وين كنت انت اليوم؟ لك كنت مطرح ما كنت الا انت الثانيه. تعال 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 شو بدك؟ اطلع صارت بشير جيبه تعال. خير شو صاير يا ابي؟ روح جيبه روح. ماشي ماشي. جميله ابي، انت صار شي بينك وبين حماتك؟ احكي ابي، صار شي؟ ايه يا ابي صاير شي. صاير شو؟ عامله معها؟ شاله رفع صوتك بوشة. لا والله. رد بوشة جواب. اعوذ بالله. لك شو صاير؟ لك ما تحكي لك ابي. يا ابي عم تحكي عليك وعلى الاجنباويه اللي اسمها نادية. شو 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 عم تحكي؟ والله يا ابي عم تحكي حكي بداية. لك فهمت بداية؟ مثل ايش عم تحكي يعني؟ شو عم تحكي؟ عم تقول انك متجوزها يا ابي. لا وفوقها قال بدها تجوز بشير لنعمة. لا مين نعمة يا ابي؟ انت ابو صافي. روحي سوي الفنجان قهوة. روحي. أمي هيك حكت عمي؟ هذا اللي صار لك عمي، أمك هيك حكت. إيه ولعت مرت عمك ومرتك وأم زكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا أمي عملت كل هالحكي؟ هلا هذا اللي صار أبي. بني آدم بيغلط، ما في حدا ما بيغلط، دلني على حدا ما بيغلط، كل بني آدم بيغلط وبسيطة. أنا بس بدي لك شغلة مشان يعني مشان موضوع جوازتك، هذا حقك. ما حدا بيقول لك شيء ولا حدا بيداعيك، بس يعني فكر فيها شوي. اوكي؟ لا عمي شو فكر فيها؟ انا ناقصني جوازه ثانيه هيك ودوبني دوبني بمشي اموري. الله يرضى عليك. ماشي عمي، انا بشوف شو القصه وان شاء الله خير. بخاطرك بشير. عمي انت بدك مرتك؟ معلوم عمي، معلوم بدي اياها. كيف لك؟ الحمد لله خلص. يلا ليش كامو؟ انا ان شاء الله بينقطع الثاني اذا فتحت سيره ابو عصام. بس هاي حماتك اما نخير عالي ما عاد وسع مخها تقبرني من وقت ما اجت هاي الاجنباويه. هاتي يا مسيك مسيك. هاتي عيني. وين مرتك؟ عيني تقبرني. خلص يا مو كملي هلا. حماتك ما اجت مشان الاجنباوية حبيبي، اجت مشان قصة جوازتك. جوازتي؟ أول شيء يا مو ما حلوة عالطارقة والنازلة تجيبي سيرة الاجنباوية. ثاني شغلة جوازتي هي شو عرفها قصة جوازتي؟ الست جميلة قالت لك تخبرني. يا مو شو عم تحكي أنت؟ جميلة بدها تقول لها؟ إيه جميلة عم تنقل الحكي من بيتنا لبيت أهلها. بصير هيك لك ابني أسرار البيوت تطلع؟ والله والله شكارة سعادة جميلة لجوزك يا بشير. هي علينا وعلى هالسيرة بقى. ما عاد عجبتك هالسيرة مو هيك؟ ازعلت لأنه أنا عم جيب لك سيرة جواز، ما زعلت من مرتك أنه عم تنقل حكي من بيتنا. والله والله وربي يشهد علي، لا رح آكل ولا رح أشرب ولا رح أتحمم لحتى بشير يتجوز على جميلة. انبسطت هيك يا أبو؟ انبسطت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيفك يا مو؟ الحمد لله يا مو. شو صار معك؟ بشو؟ باللي قلت لك عليه. استغفر الله العظيم على هالسيرة يا مو. ما بجوز من الله هذا الحكي، والله ما بجوز. ليش ما بجوز من الله؟ ليش انا كفرت لا سمح الله؟
لا ما كفرتي، بس يا مو اذا الشرع قايلنا تجوزوا اربعه ما لازم نعدل بيناتهم. انا ما قلت لك تجوز اربعه، انا قلت لك تجوز واحدة اللي تجيب لك الصبي. وبعدين جميله ما بدها اياك، ولسانها طويل واما لسانها اطول. يا مو كلمتين بدي اقول لك اياهم، فهمي علي كثير منيح. جميله مرتي وانا بحبها، وشيت انه هي غلطت غلطت ورح تتحاسب على اللي ساوته، بس قصة الزواج الثانية أنا مالي قدها مالي قدها. لك يا ابني قلت لك خد ذهباتي وبيعهم، مو قصة مصاري يا مو قصة مصاري. اسمع بشير، أنا قلت لك ما باكل ولا بشرب ولا بكت على راسي طاسة مي لحتى تتجوز.